تم اليوم تكريمي من طرف جمعية المهرجان الدولي للسينما. في الحقيقة هي التفاتة لابد أن أنويها بها، لأنه ذكرتني بمساري الإعلامي، حيث بدأت كمراسل لوكالة المغرب العربي للأنباء، ثم كرئيس نادي الجال الجنوبي للصحافة، حيث ساهمت بمعية أعضاء النادي آنذاك إلى إحداث الرباب الفضي الأول الذي كان من نصيب الفنانة الأمازيغية فاطمة طبع مرات، والتي تألقت بهذا، ثم الرباب الفضي الثاني للفنان الراحل أحمد المنتاج. ثم ساهمت كثيرا في عدة أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية في كإشعاع لمدينتي التي أحبها، مدينة زنيت. وكذلك قمت خلال مساري الإعلامي بعدة تكريمات، أذكر منها على الخصوص تكريم الفنان الكبير الراحل عبد الوهاب قومي، ثم الفنان القدير أسأل الله أن يحفظه وهو الفنان الكبير عبد الهادي بالخياط. ثم من ناحية الأمازيغية كذلك ساهمت في إنعاش الفن الأمازيغي من خلال عدة تكريمات، قمت بعدة تكريمات من أيقونة الأغنية الأمازيغية الراحل عمو مبارك، ثم كذلك الفنان بنياز باز. إضافة إلى تكريمات إعلامية إذاعة طنجة، حيث كنت مراسلا لإذاعة طنجة خاصة في ثقافة الأخبار، كان تكريم لخالد مشبال الصحفي المقتدر وأمين السوسي. إذن هذه هي أهم الأعمال اللي هي تتوج لهم بهذا التكريم اللي أعتز به، وجعلتني دفعتني كذلك لأعود إلى هذا الميدان المدن الصحفي لأكتب من جديد إن شاء الله. وشكرا لهذه الالتفات كذلك لتيز بريس التي أعتبرها أول موقع إلكتروني في مدينة زنيت، اللي ساهمت كثير في إشعاع مدينة تزنيت. شكرا.